يا أهلا وسهلا فيكي، معك أميمة عزوز، طبعا مصممة أزياء من السعودية. كلميني النهاردة عن فعاليات المؤتمر الصحفي وإيه اللي هيضيفه لبكرة؟ أول شيء المؤتمر هذا مهم جدا لأي عروض أزياء أو أي حفل، بيتيح فرصة للديزاينرز يعرفوا بعض، مصممين الأزياء يتعرفوا على بعض قبل ما يتفاجئوا مع بعض، يتعرفوا على كل واحد فكره إيش هو وإيش هيقدم، حتى هو ممكن يضيف بعد كده أشياء ثانية إذا نقص أو يستفيد. المؤتمر هذا طبعا إحنا هنضيف فيه فوائد نناقشها مع بعض، اللي إيش نشوف إنه هي يعني هتساعد سواء للمصمم أو تساعد للمجتمع، ويعتبر هذه زي كأنها ندوة تثقيفية، بنتكلم عن الجديد، عن إيش اللي المفروض نبعد عنه، إيش اللي المفروض إنه إحنا دائما نلتزم فيه، فهو المؤتمر شيء مرة مهم. كلميني بقى عن القطع اللي هتقدميها بكرة، كم قطعة والألوان اللي استخدمتيها؟ هقدم 10 قطع، الألوان تقريبا كلها السوفت، أنا أخذ من الذهب شوية والسوفت الجولد مش الدارك، وأخذ من السيلفر فبرضو، وحاطة من الموف اللي رايح مع السيلفر مع تدرجاته، الموف الفاتح جدا، وشوية الأزرق، يعني أنا أخذ الشمس وأخذ السماء وأخذ من كل حاجة من الألوان حقة الطبيعة في الكولكشن. أكيد أكيد الطبيعة الحلوة والفرح، الهدوء، السكينة، إحنا في المجتمعات نحتاج هذا الجو، نحتاج بنشوف قطعة ما تتعب عيننا، نحتاج أن نشوف القطعة هذه ناعمة وهادئة وفي نفس الوقت ثقيلة. وطبعا الخامات اللي أنا عادة أحبها الشيفونات، الدنتيلات، التفتة، التطريز بشكل ناعم وحلو، توزيع التطريز طبعا يكون صفة خاصة لي، يعني ما بجي أجيب القماشة مشتغلة، لا أنا بطرزها على أساس تعطي شكل خاص، وإن شاء الله تعجب.